تعالوا بقى يعني قبل ما نختم كلامنا عن بطولة أمم أفريقيا، عايزين طبعا كلنا نهني محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر على اختيار الكاف ليه كأفضل حارس في دور المجموعات، لأنه قدر يحافظ على نظافة شباكه في ماتشين متتاليين وما دخلش مرماه غير هدف واحد، طبعا إلى جانب تصديه لأكثر من 8 تسديدات. الجميل بقى بما إننا بنتكلم عن مصر والسنغال، الشيء اللافت للأنظار إن الشناوي بيفوز بلقب الأفضل في دور المجموعات في ظل وجود مندي حارس مرمى السنغال اللي لسه من كام يوم فايز بلقب أحسن أو أفضل حارس مرمى في العالم. طبعا هو ما لعبش إلا ماتش واحد بسبب إصابته بكورونا. على كل حال طبعا بنأمل أن تكون المواجهة بينه وبين محمد الشناوي في الماتش الفاصل لصالح الشناوي ولصالح منتخبنا بإذن الله، بس طبعا حاجة تشرف. حاجة تشرف وحاجة يعني بتأكد قد إيه أنت فعلا رقم واحد. يعني معلش، ما ممكن أي حد يطلع يقول لك أنا نمبر وان، ممكن أي حد يطلع يقول لك أنا أحسن نادي في الدنيا، أنا أحسن لعيبة في الدنيا، بس القصة مش كده. القصة بتقاس بالتقييمات، القصة بتقاس باللعب على الأرض، بالبطولات، بحاجات كتيرة جدا. فلما تيجي يتقال، وده إحنا مش اختيارنا، مش إحنا قعدنا في النادي الأهلي في فرع من الفروع وعملنا يعني استفتاء، لا حضرتك ده بتتكلم عن اختيار الكاف. فأكيد إحنا فخورين، أكيد إحنا عارفين عندنا لعيبه عامله ازاي، اكيد محمد الشناوي شيء يشرف جدا. فمزيد مزيد من التالق يعني لكل نجومنا باذن الله، احنا واثقين فيكم جدا، فباذن الله هيقدروا يفرحونا. احنا كده كده ادائنا في كاس الرابطه يعني مش وحش ابدا، بس برضو احنا بنرجع نقول تاني، اهم حاجه ان انت تطلع من عندك كوادر محترمه، اهم حاجه ان المصنع اللي اسمه يعني الناشئين هو ده اللي انت عايز بعد كده يكون نجوم عندك. احنا ممكن جدا على فكره ما ناخدش صفقات من الخارج، انت ممكن جدا ولا تعمل اي يعني صفقه خارجيه، ولا انت عندك مصنع فعلا اسمه الناشئين. فيعني قطاع الناشئين ده قطاع فعلا بيثبت كل جيل ورا جيل ان هو اكثر من رائع، وفعلا في النادي الاهلي تحديدا انت عندك كوادر يعني ربما دلوقتي ابتدى موسيماني كمان يركز فيها، ودي حاجه اعتقد محترمه ومش جديده على النادي الاهلي.